بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، طيبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على هذه الطاعة أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، آمين. ها نحن أحبتي في الله قد وصلنا في رحلتنا في رحاب اليوم الآخر، وصلنا إلى القبر. وما أدراك ما القبر؟ منزل ليس كالمنازل، حفرة ليست كأي حفرة، كم فيها من صرخات وندامات ونيران وحسرات، وكم فيها أيضا من روضات وبشريات وجنات. حفرة بكى منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول البراء رضي الله عنه: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بصر بجماعة فقال: على ما اجتمع هؤلاء؟ قيل: على قبر يحفرونه. ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدر بين يدي أصحابه مسرعا حتى انتهى إلى القبر فجثى عليه، يعني جلس عليه بركبتيه. قال البراء: فاستقبلته من بين يديه لأنظر ما يصنع. قال: فبكى حتى بل الثرى من دموعه صلى الله عليه وسلم، بكى حتى نزلت الدموع على التراب وبللت التراب. ثم أقبل علينا فقال: أي إخواني، لمثل هذا اليوم فأعدوا، لمثل هذا اليوم فأعدوا. حفرة لم يرى صلى الله عليه وسلم قط أفظع منها، بنص حديثه إذ يقول: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه، ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. حفرة يتمنى الصالحون الوصول إليها والإسراع بهم وهم في طريقها، في حين نجد الظالمين يصرخون ويدعون على أنفسهم بالويل والثبور والهلاك كما سبق معنا. حفرة تذكر بالآخرة وترغب فيها وتزهد في الدنيا وترغب عنها. حفرة يرق لها القلب وتدمع لها العين. زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة، فإنها ترق القلب وتدمع العين. حفرة تجري فيها الاختبارات الأولية على تلك الفترة الدنيوية، فبين ناجح وراسب. حفرة إن نجا منها العبد فما بعدها أيسر، وإن لم ينج منها العبد فما بعدها أشد. يقول صلى الله عليه وسلم: القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه العبد فما بعده أيسر، وإن لم ينج منه العبد فما بعده أشد. عجيب والله شأن هذه الحفرة، قد يسكن الإنسان تحت الأرض وأعمق من هذه الحفرة مرات ومرات، ويأكل ويشرب وينام، لكن نومه في هذه الحفرة مختلف. من يذهب إليها لا يرجع مرة أخرى إلى قيام الساعة. واعظ ليس كأي واعظ، بل هو أبلغ من الوعاظ كلهم. واعظ لكنه صامت، لطالما جلسنا أمام الوعاظ وبين يدي الخطباء، لكن الموعظة في هذه الحالة تختلف. في يوم الجمعة الواعظ واحد والمستمعون كثر، أما في هذه الحالة فالوعاظ كثر وأنت وحدك المستمع. حينما تزور القبور كل قبر واعظ يعظك، كثر الوعاظ وأنت وحدك المستمع، كل قبر واعظ بمفرده، كل هؤلاء الموتى في القبور يعظونك، يعظوني، يحذروننا من الغفلة.
كأنهم يقولون لنا خذوا العبرة اعتبروا بنا قبل أن تصيروا بيننا اعتبروا بنا قبل أن تصيروا بيننا. إنه لا يملك العبارات المنمقة لكن منظره أعمق من كل العبارات. لا تتحرك يداه، لا يلتفت بوجهه يمينا وشمالا ليجذب الناس، لأن كل الجاذبية تركزت فيه. إنه يجذب القلوب والأجساد. واهن لك أيها القبر، لا تزال تقول لكل إنسان تعال. واهن لك أيها القبر، كل الطرق تفضي إليك. واهن لك أيها القبر، لا يقطع بأحد دونك. واهن لك أيها القبر، لا يرجع من طريقك راجع. واهن لك أيها القبر، كل من يفر من شيء يتركه وراءه إلا أنت من فر منك وجدك أمامه. واهن لك أيها القبر، من ظلمتك، من ضمتك، من وحشتك، من وحدتك. إنه القبر لابد يوما أن ندخله. كم في هذه الحفرة من أفراح وأتراح ونعيم وجحيم، كم من قبور ملئت على أهلها نعيما وحبورا، وأخرى بجوارها قد ملئت على سكانها نيرانا وسعيرا. إنها الحفرة التي يستريح فيها العبد الصالح من عناء الدنيا. فهذه امرأة ماتت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة ماتت فلانة واستراحت، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنما يستريح من غفر له. اللهم اغفر لنا جميعا في هذه الليلة يا أرحم الراحمين. ليس كل من مات قد استراح. ماتت فلانة واستراحت، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنما يستريح من غفر له. حفرة ليست كأي حفرة، لو سقط الإنسان في أي حفرة ربما نجا، وربما كانت له أجرا وثوابا وحسنات. أما هذه فالأمر يختلف. كم يكون قدر القبر؟ منزلنا الحقيقي وبيتنا الحقيقي. يقول بعض السلف لابن آدم بيتان، بيت على ظهر الأرض وبيت في بطن الأرض، فعمد إلى الذي على ظهر الأرض فزخرفه وزينه وجعل فيه أبوابا للشمال وأبوابا للجنوب، وصنع فيه ما يصلحه لشتائه وصيفه، ثم عمد إلى الذي في بطن الأرض فأخربه فأتى عليه آت فقال أرأيت هذا الذي أراك قد أصلحته كم تقيم فيه؟ أنهي واحد؟ اللي فوق. أرأيت هذا الذي أراك قد أصلحته كم تقيم فيه؟ قال لا أدري. قال فالذي أخربته كم تقيم فيه؟ قال فيه مقامي. قال تقر بهذا على نفسك وأنت رجل تعقل؟ تقر بهذا على نفسك وأنت رجل تعقل؟ لابن آدم بيتان. بيت على ظهر الأرض وبيت في باطنها. كثير من الناس إنما يهتم فقط بالبيت الذي على ظهر الأرض، يزخرفه، يزينه، يجمله، يحسنه، تكييفات، مراوح وغير ذلك، مفروشات وغير ذلك من وسائل الراحة. ولا مانع أن يستمتع الإنسان بما أحل الله، لا مانع، لكن أن يخرب بيته الآخر، أن يترك الخير لا يصل إلى بيته الثاني، ألا يعمل عملا صالحا يجده في هذا البيت. مر عليه رجل وقال أرأيت هذا الذي أراك قد أصلحته كم تقيم فيه؟ تقعد فيه قد إيه؟ قال لا أدري. فعلا لكن مهما زاد، خلينا نقول 200 سنة، 300 سنة، 1000 سنة. قال فالذي أخربته كم تقيم فيه؟ قال فيه مقامي. قال تقر بهذا على نفسك وأنت رجل تعقل، يعني تصلح ده وتخرب ده، وده حتقيم فيه طول المهلة، يعني إلى قيام الساعة، وهذا إنما هي سنوات معدودة. هل هذا من العقل؟ نحن لا نحرم الطيبات، ولكن لا ينسى الإنسان بيته الحقيقي. تناجيك أجداث وهن سكوت، وسكانها تحت التراب خفوت. أيا جامع الدنيا لغير بلاغه، لمن تجمع الدنيا وأنت تموت. تناجيك أجداث، يعني قبور، وهن سكوت، وسكانها تحت التراب خفوت.
أي جامع الدنيا لغير بلاغه لمن تجمع الدنيا وأنت تموت، الذين لا يخرجون الزكوات، الذين يهملون في النفقات الواجبة، الذين يتكاسلون عن أفعال الخير والحسنات والطاعات الواجبة والمستحبة، سترى كل ذلك تحت الأرض، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. كم يكون قدر هذه الحفرة وهذا البيت وهذا المنزل حتى يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعوذ منه صباح مساء، بل وعقب كل صلاة. كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، وأعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر، في أذكار الصباح وفي أذكار المساء. وأمرنا إذا انتهينا من التشهد، إذا تشهد أحدكم فليتعوذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. كم يكون قدر هذه الحفرة حينما يهابها عمر الفاروق المبشر بالجنة، عندما يدخل عليه ابن عباس وقد طعن رضي الله عنه على أيدي أبي لؤلؤة المجرم الشيعي، فيدخل عليه ابن عباس ويذكره بالخير ويبشره بالجنة، فيرد عليه: والله الذي لا إله غيره، لو أن لي ما على الأرض من صفراء وبيضاء لافتديت به من هول المطلع. لو أن لي ما على الأرض من صفراء وبيضاء، يعني لو كان يملك كل ما على الأرض من مال، من ذهب وفضة، وقيل له: لو دفعت هذا تنجو مما أنت مقدم عليه، يقول: لافتديت به من هول المطلع. والحديث في البخاري. كم يكون قدر هذا القبر وهذه الحفرة حتى يقف عليها عثمان رضي الله عنه أمير البررة قتيل الفجرة، يقف عليها فيبكي حتى يبل لحيته من البكاء، فيقال له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا؟ تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. هل تعرف أخي ماذا يحدث في القبر؟ هل تعرف ماذا سيحدث للعبد تحت الأرض؟ مشاهد القبر كثيرة، لكني أقتصر الليلة على حديث واحد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وستأتي معنا في لقاءات قادمة إن شاء الله أحاديث أخرى وآيات لترد على هؤلاء الجهلة أو المنافقين أعداء الدين الذين ينكرون عذاب القبر ونعيمه. لابد أن تكون صاحب حجة، أن تعرف أن تنافح عن هذا الدين، فإذا ذكرت أمامك شبهة كهذه تعرف كيف ترد، كما سيأتي معنا في اللقاءات القادمة إن شاء الله. والحديث الذي سأذكره الليلة بما فيه من مشاهد إنما هو من أدلة عذاب القبر، وهو في صحيح البخاري الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله، أصح كتاب بعد كتاب الله صحيح البخاري الذي تلقته الأمة بالقبول. عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم من رؤيا؟ يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداء كما في بعض روايات هذا الحديث يلتفت لأصحابه ويسألهم: هل رأى منكم من أحد من رؤيا؟ حتى يؤولها ويفسرها فيدخل السرور عليه ويستبشر هو أيضا صلى الله عليه وسلم. قال سمرة: فيقص عليه ما شاء الله أن يقص. والإنسان إذا رأى رؤيا، إما أن تكون رؤيا خير، وإما أن تكون رؤيا شر، وإما أن تكون من تلاعب الشيطان. فما كان من تلاعب الشيطان كأن يرى أنه مثلا يتدحرج من مكان مرتفع، أو قطعت رأسه وهو يجري خلفها، كما قال ذلك بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني رأى أنه قطعت رأسه وهو يجري خلفها، فقال: لا يذكر أحدكم تلاعب الشيطان به في منامه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد تكون رؤيا خير من الله عز وجل، وقد تكون رؤيا شر. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأينا الخير أن نحمد الله عليه، هذه واحدة، ثم ألا نحدث به إلا من نحبه حتى لا يكون هناك حسد ونحو ذلك.
ثم كذلك ألا نطلب تأويلها من أي أحد. ركزوا معي، خليكم هنا. ألا نطلب تأويلها من أي أحد، لأن الرؤيا على رجل طائر، فإذا أولت وقعت أو حدثت بإذن الله سبحانه. فلا تطلب تأويل الرؤيا إلا من أهلها، إلا من يكون يفقه ويفهم فعلا. وليس أن يكون الإنسان ممن يفهم تأويل الرؤيا، ليس يلزم أن يفسر رؤياك تفسيرا صحيحا، بل قد يخطئ. هل هناك أفضل في تفسير الرؤيا من الصديق رضي الله عنه؟ لا يوجد في الأمة بدون النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الصديق. ومع ذلك لما أتى صحابي يذكر رؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه تفسيرها، طلب الصديق أن يفسرها هو ففسرها، فلما انتهى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضا وإيه؟ وأخطأت في بعض. وهذا الصديق اسمه لقبه إيه؟ الصديق، ومع ذلك أخطأ. فبعض الناس ربما تتحول حياته لجحيم، تتحول حياته لجحيم بسبب أنه رأى رؤيا فتقلقه وتؤلم. لماذا تؤرقك؟ لن يضرك شيء إلا بإذن الله سبحانه. ثم قد تقع وقد لا تقع، لكن نقول لا تقصها إلا على أهل الخبرة، لا تقصها لو كانت خيرا إلا على من تحب، حتى لا يكون هناك حسد. وأما إن رأيت شيئا تكرهه فاستعذ بالله من شره، هذه واحدة، وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه ثانية، وتحول من المكان الذي كنت تنام عليه. يعني لو كان ينام مثلا على جنبه الأيسر، ها؟ لو على جنبه الأيمن، ولدي التحول عن المكان نفسه الذي كان ينام عليه، ينتقل على السرير إلى مكان آخر، ليس فقط أن يحول الجانب أو يتقلب فحسب. هذه كلها أدب علمناها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الإنسان قبل أن ينام يعتني بأذكار النوم وآداب النوم، وكل ذلك موجود ومذكور في كتب السنة. وكانت عائشة رضي الله عنها تسأل الله رؤيا صالحة قبل أن تنام، رضي الله عنها وأرضاه. قال: فيقص عليه ما شاء الله أن يقص. الصحابة يذكرون ما رأوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يفسر لهم ويبين لهم تفسير وتأويل هذه الرؤى. قال: وإنه قال لنا ذات غداة، يعني كأنه في هذه المرة سأل الصحابة فما ذكر أحد رؤيا، فهو الذي سيخبرهم برؤيا، هو الذي رأى الرؤيا وهو الذي سيعبرها لهم ويفسرها لهم. قال: إنه أتاني الليلة اثنان، وفي رواية آتيان يعني من الملائكة، وفي رواية جبريل وميكائيل، أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنهما ابتعثاني، يعني ابتعثاني أخرجاني، يعني طلب مني أن أخرج معهما، وإنهما قال لي انطلق. قال: وإني انطلقت معهما، وإنا أتينا، خلي بالك رؤى الأنبياء وحي حق صدق بخلاف رؤى غيرهما، كالذي يقول مثلا الولي الفلاني رأى كذا وكذا في المنام فهذه سنة، لا، أو مثلا الولي الفلاني يقول لكم افعلوا كذا وكذا، بل حتى في من رأى مثلا رسول الله في المنام مثلا وقال لهم مثلا غدا رمضان هل يلزمنا أن نصوم؟ حدث ذلك بالفعل، ورأى رجل من هؤلاء رسول الله في المنام وقال: رأيت رسول الله في المنام ويقول لكم غدا من رمضان. فرد عليه بعض القضاة وقال: إن الذي رأيته في المنام قال لنا في اليقظة: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فلا يلزمنا أن نفعل بما إيه؟ بما رأيت. من أصول الصوفية الرؤى والمنامات، يعني ينشئون عليها ويقيمون عليها الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما عندنا أهل السنة والجماعة بحمد الله هذه لا تشكل عندنا شيء. وأنا أنصحكم بكتاب أصول بلا أصول، يتكلم عن هذا الموضوع للدكتور محمد إسماعيل حفظه الله، أصول بلا أصول. وفي قضية الرؤى والمنامات هناك كتاب لطيف صغير يتكلم عن الرؤية وتفسيرها، كتاب تعجيل السقيا في تعبير الرؤية، تعجيل السقيا في تعبير الرؤية، الدكتور أحمد فريد حفظه الله. إنه أتاني الليلة آتيان أو اثنان، وإنهما ابتعثاني، وإنهما قال لي انطلق، وإني انطلقت معهما. ركزوا بقى معايا في المشاهد اللي جاية دي، عشان هتسمعوا حاجات عجيبة أوي وغريبة، ليس غريبة أننا ننكرها معاذ الله، ولكن ربما ما سمعها الإنسان من قبل، أشياء وأهوال فعلا تشيب لها الرؤوس. قال: وإنا أتينا على رجل مضطجع. يعني مضطجع؟
نائم، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. قال: قلت: سبحان الله، ما هذان؟ قال لي: انطلق انطلق. احفظ كده وعد معايا المشهد الأول: شاف النبي صلى الله عليه وسلم، شاف رجل نايم، وآخر قائم عليه بصخرة، وملك من الملائكة يحمل في يده صخرة عظيمة، حجر كبير، ويهوي بهذه الصخرة لرأسه، يرمي الصخرة دي على دماغ الميت ده فيثلغ رأسه، يعني يتكسر رأسه، تتكسر، فيتدهده الحجر يعني يتدحرج، بعد أن ألقاه على رأسه تدحرج، فيذهب فيأخذه، فإذا أتى بالحجر وعاد إليه وجد رأسه صحت كما كانت، عادت سليمة مرة أخرى، ثم يعود فيفعل عليه مثل ما فعل المرة الأولى. قال: قلت: سبحان الله. وهذا دليل على أن التسبيح يكون عند التعجب، عندما يرى الإنسان مشهدا عجيبا من السنة أن يسبح، أو رأى منظرا عظيما ونحو ذلك. ما هذان؟ قال لي: لهم مين؟ جبريل وميكائيل. انطلق انطلق. طيب، اثنين، احسب معي: فأتينا على رجل، وفي لفظ فانطلقنا، فأتينا على رجل مستلق لقفاه أو على قفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى. قال: قلت: سبحان الله، ما هذان؟ قال لي: انطلق انطلق. المشهد الثاني اللي شافه النبي صلى الله عليه وسلم: رجل مستلق لقفاه، وآخر قائم عليه بكلوب. الصور معك جاهزة ولا لسه محمود؟ إذا رجل قائم عليه بكلوب من حديد، الكلوب كما سنرى بعدما يجهز إن شاء الله، الخطاف، الحديدة التي تعلق فيها اللحوم، واضح؟ فهذا الملك يأتي بهذا الكلوب ويدخله في شدق الإنسان، الشدق اللي هذا اللح الذي يمسك الفكين، ركزوا معنا كده، هذا اللح الذي يمسك الفكين، تدخل هذه الشوكة في هذا المكان فيفتح هذا المكان إلى القف، والعياذ بالله، ويشرشر منخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه. لك أن تتصور يعني حال الإنسان عندما تدخل هذه الحديدة في اللحم ويفتح اللحم إلى القفا، والعياذ بالله، وفي العين كذلك، كم يكون الألم، ثم ينتهي من هذا النصف فيتحول إلى النصف الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول. إذا انتهى من هذا النصف وجد الجانب الأول قد صح كما كان، فلما رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تعجب وقال: ما هذان؟ قال لي: انطلق انطلق. كم كده؟ ثلاثة؟ اثنين بس. التالتة بقى: قال: فانطلقنا فأتينا على مثل التنور، وفي رواية على بناء مثل التنور، التنور اللي هو الفرن، في لفظ: أسفله واسع وأعلاه ضيق، يعني فرن من تحت واسع ومن فوق إيه؟ ضيق. قال: فأحسب أنه كان يقول: فإذا فيه لغط وأصوات، يعني أصوات مختلطة، أصوات غير واضحة، لغط. فاطلعنا فيه، بصوا كده في التنور، فإذا فيه رجال ونساء عراة، في هذا البناء رجال ونساء عراة، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، تيجي تحتهم نار، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا، يعني صرخوا صوتوا. قال: قلت: ما هؤلاء؟ قال لي: انطلق انطلق. قال: فانطلقنا فأتينا على نهر من دم، وفي لفظ: أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح، ثم يأتي إلى ذلك الذي جمع عنده الحجارة فيفغر فاه، يفتح بقه، فيلقمه حجرا فينطلق فيسبح،
ثم يرجع إليه، كلما رجع إليه فغرف فألقمه حجرا. قلت لهما ما هذان؟ قال لي انطلق انطلق. المشهد ده الكام؟ الرابع. ده شاف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، شاف ناس رجال ونساء عراه في بناء مثل التنور، أسفله واسع وأعلاه ضيق، ويأتيهم من أسفل منهم لهب، نار تيجي من تحتهم، إذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا، فإذا هموا بالخروج من فوهة هذا البناء ذهبت النار فهبطوا مرة أخرى. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنهم ما هؤلاء؟ قال لي انطلق انطلق. اللي جاي ده كام؟ ها؟ الرابع ولا الخامس؟ الأولاني اللي بتتكسر دماغه، الثاني اللي يشرشر شدقه، الثالث التنوش، الرابع نهر الدم، ماشي كده؟ الخامس بقى اللي جاي نهر الدم، رجل يسبح في بحر من الدم أو نهر من الدم، ورجل جلس على شاطئ النهر عنده حجارة. هذا السابح يسبح ثم يأتي كأنه يريد أن يخرج، فيفتح فاه فيلقمه حجرا فيذهب فيسبح مرة أخرى، كده أربعة. الخامس قال فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة. كريه المرآة يعني المنظر، كأكره ما أنت راء رجلا مرآة، يعني كأقبح إيه؟ منظر أو صورة رجل تراها. وإذا عنده نار يحشها ويسعى حولها، نار يحشها يعني يشعلها ويسعى حولها يعني يدور حولها حتى لا يطفأ بعض جوانبها. خليك معاي، لأن الإنسان لما يبقى مولع نار ممكن لو قعد هنا من ناحية تانية إيه؟ فهو بإيه؟ يريد أن تكون دوما مشتعلة. يحشها ويسعى حولها. قال قلت لهما ما هذا؟ قال لي انطلق انطلق. قال فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة. الروضة كالبستان أو الحديقة، معتمة يعني كثيرة العشب، فالأعشاب والأشجار إذا كثرت تمنع ضوء الشمس، فالداخل فيها يراها كأنها مظلمة. فانطلقنا، فالمشهد كم ده؟ السادس ده. على روضة معتمة فيها من كل نور الربيع، النور اللي هو الايه؟ الزهر أو الورد، فيها من كل نور الربيع الزهور يعني. وإذا بين ظهراني الروضة أو ظهري الروضة، في وسط البستان ده والجنينة دي والحديقة دي، رجل طويل. رجل طويل قد ايه؟ لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، يعني من طوله تبص مش ايه؟ مش شايف راسه. وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط، حوالين الرجل ده أطفال كتير. قال قلت ما هذا؟ ما هؤلاء؟ من الرجل الطويل ده ومن الأطفال دول؟ قال لي انطلق انطلق. قال فانطلقنا كم كده؟ اللي جاي ده كم؟ السابع ده. فأتينا على دوحة عظيمة. دوحة يعني شجرة، لم أرى دوحة قط أعظم منها ولا أحسن. قال لي ارق فيها، اصعد. قال فارتقينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة. فأتينا باب المدينة فاستفتحنا، يعني طلبنا الايه؟ ان احنا ندخل. ففتح لنا فدخلناها. قال فتلقانا رجال، يبقى دخلوا من المدينة، اول ما دخلوا قابلوا ايه؟ قابلهم ايه؟ فتلقانا رجال شكلهم ايه؟ شطر من خلقهم نص كده كأحسن ما أنت رائن، وشطر منهم كأقبح ما أنت رائن. شفت لك مشاهد عجيبة، نص وشه كده جميل جدا والنص الثاني إيه؟ قبيح والعياذ بالله. قال لهم، قال لهم مين؟ أيها الملكين جبريل وميكائيل، كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما الثلاثة دخلوا المدينة شافوا دول، فجبريل وميكائيل قالوا لمين؟ للي شافوهم في المدينة. قال لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر. قال إذا نهر معترض يجري كأن ماءه المحض في البياض، وجنبهم كده في نهر المية بتاعته بيضة صفية أبيض خالص. وإذا نهر معترض يجري كأن ماءه المحض كاللبن في البياض. فذهبوا فوقعوا فيه، نزلوا في النهر، ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنه. رجعوا بقى كل الوجه إيه؟ حسن جميل. قال فصاروا في أحسن صورة. قال لي الملكين هذه جنة عدن اللي انت فيها دي إيه؟
جنة عدن ليه مبنية بلبن ذهب ولبن إيه فضة، هذه جنة عدن وهذا منزلك. شاوروا له كده قولوا له بيتك أهو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا منزلك. قال فسمى بصري صعدا، سمى يعني إيه، قاعد يبص كده شاف المنزل، فإذا قصر مثل الربابة البيضاء زي السحاب متراكم كده بعضه فوق بعض، إذا قصر مثل الربابة البيضاء. قال لي هذا منزلك، قلت لهما بارك الله فيكما فزارني فأدخله طالما ده بيتي إيه. قال أما الآن فلا، مش دلوقت، وأنت داخله، لأنه يعني ما زال لك عمر في هذه الدنيا فلم يحن بعد دخول هذا الإيه هذا البيت. قال قلت لهما فإني قد رأيت منذ الليلة عجبا، فما هذا الذي رأيت؟ كم حاجة شافها؟ 7 ولا 8؟ والمدينة حسبتوها 8 بالمدينة. قال فإني قد رأيت منذ الليلة عجبا، فما هذا الذي رأيت؟ قال لي إن سنخبرك. نبدأ بقى نرجع للرؤية من الأول. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه، حد فاكر يقول لنا؟ ها حد فاكر يقول لنا كان إيه؟ أيوة هو بتاع الصخرة، اديله الهدية دي، بتاع الصخرة اللي هو نايم على الأرض وإيه بتترمى على رأسه صخرة وتتكسر رأسه. خلي بالكوا احنا بنسمع لكن التصور مهم جدا. تخيل كده لو واحد معدي مثلا شريط القطر وقع فالقطر عدى على راسه، انت شو، ما فيش حاجه حصلت، انت بس بتسمع، ما بالك لو الانسان والعياذ بالله تعالى حصل ليه حاجه من المشاهد دي. عشان كده لما باجي اشرح الحديث ده بقول انا وكل الجالسين وكل السامعين لازم نخاف. ليه؟ لان ممكن يكون فينا صفه او صفات من اللي موجودة في الناس اللي حنسمع أفعالها دلوقت. طب إيه المطلوب؟ المطلوب اللي أنا أتوب، المطلوب اللي أنا أخلص نفسي منها، لكن مش من البداية كده يقول لا 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 مش تبع الحاجات دي. الحمد لله أنا بصلي وكويس وماليش أنا طبعا في، وما أدراك، الإنسان لا يرى نفسه ولا يعجب بعمله، وإنما مهما بلغ في الزهادة والعبادة والتقوى والورع يرى نفسه مقصرا في حق الله. من منا يستطيع أن يوفي الله حقه؟ ها؟ ولو عبد الله منذ أن ولد إلى أن يموت هل يستطيع؟ لا يستطيع. الملائكة سجود لله عز وجل يوم القيامة يرفعون فيقولون سبحانك ما عبدناك إيه؟ حق عبادتك. أما إحنا بقى يبقى حالنا إيه؟ اللي على سطر ونسيب سطور، نسأل الله أن يغفر لنا جميعا. يبقى الإنسان مننا معلش نتواضع، الواحد مننا يعترف ممكن يكون فيه عيب أو 2 أو 3 صفة أو 2 أو 3 أو 4، مش عيب. العيب إن أنا بقى إيه أصر واستمر. لا، خد بوسائل العلاج. تعالوا نشوف بعد ما نخاف ونحط إيدنا على قلبنا وندعي ربنا ما يكونش فيه حاجة منها، ولو كان نتوب إلى الله سبحانه وتعالى ونتخلص من هذه الصفات. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر، ها فإنه الرجل، طبعا رجل مش الرجل، ذكر تشمل الرجل والإيه والمرأة، لكن هذا من باب التغليب. فإنه الرجل يأخذ القرآن، قل لي طب معاه قرآن ويتعذب، اسمع، يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. في كم صفة؟ صفتين. الصفة الأولى يأخذ القرآن فيرفضه، رفض القرآن يعني لا يعمل به. طب ممكن بعضنا يكون وقع فيها؟ ممكن. وفي بعض التفاسير أنه ينام عنه بالليل يعني لا يقوم به. يبقى حافظ القرآن ليختلف عن غيره، ولو صورة ولو جزء واحد من القرآن، حاول أن تفهم ما حفظت وأن تصلي ولو ركعتين بالليل. عشان كده احنا عاملين هنا درس يوم الجمعة بنتعلم في الإسلام بصورة مبسطة، بنتعلم من هو الله سبحانه وتعالى في العقيدة يعني والتوحيد، بنتعلم ما هو الإسلام، شرائع الإسلام بصورة مبسطة، بنتعلم تفسير القرآن. فحاول تواظب على درس زي كده عشان تزيد من معلوماتك لو انت عندك، او لو ما عندكش تعرف ايه الاخبار. ما تسيبش نفسك كده، الناس بتقعد قدام القنوات والشاشات بالساعات، تساله كده الشاشات دي والقنوات هتدخلك الجنه؟ هتاخد عليها حسنات؟ يقول لك بس ربنا يستر ما ناخدش سيئات. طب والدروس يوم او يومين في الاسبوع حافظ عليهم، ما تفرطش فيهم ابدا مهما يحصل. فالراجل ده يرفض القران لا يعمل به. طب ما بالك بقى اللي بيقول ان القران ده قديم ما ينفعش مش مناسب لعصرنا، ما بالك اللي بيقول الشريعة دي فيها ظلم وفيها شدة وفيها ما تنفعش للعصر بتاعنا.
يبقى كيف يكون حال هذا الإنسان؟ سيعلم عندما يدخل القبر، سيعلم حينما يدخل القبر ويؤدب على ذلك. يبقى إذن أمرنا أن نعمل بالقرآن، أن نتعلم القرآن وأن نعمل به. طب الصفة الثانية، ينام عن الصلاة المكتوبة. إزاي يعني؟ أنا نايم وراحت عليا نومة أتعذب؟ أقول لك حسب، أنت نايم وناوي تقوم ولا ناوي ومكبر؟ مش مكبر ربنا، مكبر دماغك زي ما بعض الناس يقول لك لما أقوم أصلي. هتقوم إمتى يا عم الحاج؟ يقول لك أقوم الساعة 7. طب الشمس طلعت، يقول لك ماشي يا عم. هو كده، هو كده إيه؟ هو أنت بتخترع دين لنفسك؟ هو ينفع تصلي الصبح بعد العشاء قبل ما تنام؟ ما تصلي بالمرة، مش مشكلة صلي، طالما مش هتقوم صلي قبل ما تنام. ينفع؟ ما ترده. ليه ما ينفعش؟ لسه وقتها ما دخلش. زي ما ينفعش تصلي الصلاة قبل وقتها، ما ينفعش تصليها بعد وقتها. خدت بالك؟ يبقى لازم تقوم تصلي الصلاة في وقتها، تصلي جماعة. هتقولي طب أنا ظبطت المنبه والتليفون وما صحيتش، أقول لك خلاص ما عليكش حاجة. بس خلي بالك يكون قلبك أصلا حب الصلاة ضعيف فيه، حب الصلاة ضعيف. لأن الإنسان لما يبقى عنده معاد مهم إيه اللي يحصل؟ ينط. يعني الولا ابني بيقول لمراتي لما تيجي تصحيني الصبح يا ماما قولي لي قوم عشان الرحلة. كان عنده رحلة، قوم عشان الرحلة. جات قالت له قوم عشان الرحلة، إيه؟ ما فيش غير بقى قوم عشان المدرسة. بالظبط. فهو الخلل في كده، لما يبقى الإنسان بيحب الصلاة هتلاقيه كده إيه، قام حتى من غير أي حاجة. والله أنا قلت لكم قصة الرجل اللي كان بيصلي كل يوم قبل الفجر ساعتين قيام ليل ويقرأ قرآن وكده، ما كانش بيظبط منبه ولا تليفون، حاطط ساعة زي دي كده وهو نايم بيتقلب يبص الساعة جات اللي هقوم فيها الساعة لحد ما يجي الوقت ويقوم كده. ما هو ده بشر أهو زينا ومعاصر أهو، مش صحابي ولا تابعي عشان ما حدش يقول لا إحنا فين والناس دي فين. فالمهم إن القلب يتعلق بالله سبحانه وتعالى. يتعلق بالله إزاي؟ اللي إحنا نتعرف على أسمائه وصفاته، اللي إحنا نعرف اليوم الآخر فيه إيه، اللي إحنا نعرف قيمة الصلاة وقدرها، ونعرف العقوبة المترتبة على ترك الصلاة. أنت تعرف اللي يتعمد يظبط المنبه على بعد وقت الصلاة، العلماء اختلفوا فيه هل هو مسلم ولا كافر. تخيل، وفي علماء قالوا كافر خارج من الملة، يعني خلاص كفر كفر أكبر والعياذ بالله. ليه؟ لأنه تعمد أن يترك الصلاة، بخلاف الإنسان اللي نام ظبط التليفون وراحت عليه نومة غصب عنه، نايم متأخر أو شغال شغل شاق مثلا، فمن كتر التعب مصحيش معلهوش إيه، يبقى الاثنين نايمين، واحد خد على قفاه والتاني إيه معلهوش حاجة. خد حسنات ليه؟ ماشي، لكن معلهوش عقوبة، معلهوش عقوبة. خلي بالك من النقطة دي. كذلك في سائر أوقات الصلاة ما ينفعش واحد يقول لك إيه هصلي الظهر والعصر مع بعض. طب والعصر يقول لك قبل المغرب بشوية. لا، اللي بيصلي قبل المغرب بشوية ده النبي قال عنه إيه؟ تلك صلاة المنافق. تلك صلاة المنافق اللي هو ينتظر حتى تصفر الشمس ويروح جاي نقرها كده إيه؟ كنقر الديكة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا، قدر الصلاة عندك لازم يبقى عظيم. أنا عايزكم تجيبوا رسالة صغيرة هتغير فكرتك عن الصلاة تماما، هتخلي الصلاة ما شاء الله مالية قلبك كده ومالية عليك حياتك وحبك للصلاة هيزيد. كتاب صغير كده يا ريت نقرأ بقى، ما احنا بنقول جرايد بنجيب وحاجات بنجيب، حاجة بقى تنفعنا في القبر. كتاب اسمه لماذا نصلي، كلنا لازم نجيب الكتاب ده. يا ريت الإخوة المكتبة لو تجيبوا كمية الأسبوع الجاي الإخوة تشتريها، لماذا نصلي بتاع الدكتور محمد إسماعيل، هتتغير فكرتك إن شاء الله عن الصلاة تماما. اسمها إيه؟ هتجيبوها ولا هتكبروا؟ الشخص ده بيتضرب في دماغه ليه؟ لأن دماغه محل النوم. واخد بالك؟ فلان لما مش عايز يعمل حاجة يقول لك إيه؟ كبر كبر. بيقولوا كده في المصطلح المصريين، واخد بالك؟ كبر دي في اللغة العربية يعني قول الله أكبر، لكن عندنا إحنا كمصريين خليناها إيه؟ يعني ما تعملش. هو لما كبر دماغه عن معاد الصلاة عن العمل بالقرآن العقوبة بقت فين؟ زي إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما إيه؟ ليه العقوبة في البطن؟ ليه؟ لأنه الأكل في البطن الجزاء من جنس العمل، نعوذ بالله من ذلك. عشان كده بنقول انتبه، اجتهد لكي يعظم قدر الصلاة في قلبك، اجتهد لتتعلم القرآن وتعمل به، اجتهد لتؤدي الصلوات في أوقاتها، ولا تتعمد تضييع الصلاة. فإن كنت متعبا فخذ بالأسباب، فإن فاتتك وغلبتك عينك فنمت فليس في النوم تفريط، فإنك معفو عنك في هذه الحال. وهذه العقوبة
تتكرر على الإنسان منذ أن يموت وإلى قيام الساعة والعياذ بالله. شوف مثلا هو عاش 100 سنة وهيدخل في القبر كم سنة، يفضل يتعمل في راسه كده لكي فين؟ لقيام الساعة. كل واحد خايف على راسه يعمل ايه؟ يصلي. اخد بالك؟ اللي خايف على راسه يصلي الصلاة في وقتها، ما يبقاش جاي مثلا أذان بيأذن يقول لهم انا هريح ربع ساعة، ما هو لسه ما هيقعدوا يا عم في ايه؟ خلي الصلاة ليها قدر عندك فعلا. ننقل للرجل الثاني، مين؟ استنى بس، مين الرجل الثاني؟ ها؟ اللي هو الكلوب. الكلوب الذي يشرشر شدقه، لحتة اللحمة دي، إلى قفاه ومن خره إلى قفاه. بصوا كده، ده إيه؟ لو واحد حط الألم ده كده في بقه هتيجي صعبة، هتوجعه. طب ما بالك بقى لما يبقى ده حديدة. بصوا كده الصورة دي، دي صورة تقريبية للتنور اللي هو في الدنيا. ده مش معناه اللي أنا بقول ده اللي في الحديث، لا، ده صورة للتنور في الدنيا اللي هو الايه، الفرن. بص كده الصورة دي كده، تخيل كده الفرن ده مليان من جوه نار، لو واحد اترمى فيه مش هيموت، ها؟ ده هيترمى فيه، وطي النور شوية، ده هيترمى فيه ويفضل كده ايه الى يوم القيامة، ولا حول ولا قوة الا بالله. الكافر ده موضوع تاني، احنا بنتكلم المشاهد دي بتاعت مسلمين. المشاهد اللي احنا شايفينها دي كلها ها قبور مسلمين، ماشي كده. واحنا هنعمل دروسنا ان شاء الله، قبور العصاة كيف هي وقبور الصالحين كيف هي، الاثنين. خد بالك عشان ما حدش يقنط من رحمة الله، هنتكلم عن ده ونتكلم عن ده، وهجيب لك مشاهد من قبور الصالحين، حاجة تشرح القلب، حاجة كده ما شاء الله يعني. طب نكمل على ما يجهز الصورة. الرجل الثاني الذي أتيت عليه، أما الرجل الثاني الذي أتيت، أما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، ها يا ترى مين؟ الواحد إيده على قلبه بقى، ما خايف، ها؟ وأنا شوف بقى الأولاني أنا فيا إيه منه، تعال نشوف الثاني. فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، اللي هو الكذاب، ويكذب الكذبة تبلغ الآفاق اللي هي نشر الشائعات. كذبة تبقى النهاردة مثلا هنا، بعد يومين ثلاثة تلاقيها فين؟ في أسوان كله، أخد بقى ده عمله ده. ودلوقتي الزمن اللي احنا فيه خصيصا كله ايه؟ كله بيتكلم، مفيش حد، الناس ما وراش حاجة إلا الكلام. تركب تاكس السواق يقول لك ها ايه عملت ايه ومش عارف ايه والرئيس والدولة والإخوة، ايه يا عم؟ مش هنبطل بقى كلام؟ احنا عايزين نشتغل، عايزين نعمل، ولو حتى يعني شوف اتقان العمل نفسه من الإسلام، بس أنا بتكلم عايزين نعمل، عايزين نعبد. لأن الأحوال لما تشتد من ضمن العلاجات ليها كتر العبادة، التضرع إلى الله سبحانه وتعالى، الدعاء. لكن لما يبقى كل شغلنا كلام، ده هيصلح الحال؟ مش هيصلح الحال والله. ده مش معناه إقرار على باطل أو ضياع حقوق، لا، أنا بتكلم في أن ما فيش تعارض بين اللي عايز حتى يتكلم، بس يبقى فيه عبادة، يبقى فيه كثرة ذكر، كثرة استغفار، حتى تتحسن الأحوال. الكذب، وما أدراك ما الكذب؟ أنتوا عارفين الذنوب تنقسم لكبائر وإيه؟ والصغائر. إيه الفرق بين الاثنين؟ الكبيرة اللي يتوعد عليها بعذاب، ها؟ خليكم معاي، خليكم هنا، هسيب الصور دلوقتي. يتوعد عليها بعذاب، بغضب، بلعنة، بنار، إلى آخره. ولا تغفر الكبيرة إلا بإيه؟ بالتوبة. لازم يتوب منها، والتوبة لها شروط، أنه يقلع عن الذنب ويندم على فعله ويعزم ألا يعود، ولو كانت حقوق يرجعها لإيه؟ لأصحابها، ويترك ذلك ابتغاء وجه الله. مش يترك الكذب مثلا عشان لسانه اتقطع، ولا يترك السرقة عشان إيده اتقطعت، لا، يترك ذلك الذنب لوجه الله سبحانه وتعالى. الكذب بقى من أنهي؟ من الصغائر ولا الكبائر؟ الصغائر تكفر بالصلاة، تكفر بالصيام، تكفر بالعمرة، بالاستغفار، تكفر. الكبائر لا تكفر إلا بتوبة. الكذب من الكبائر، يرجع لكتاب الكبائر من الذهبي، هتلاقي جايب الكبيرة من الكبائر ومتكلم عنها اسمها الكذب. وشوف الناس قد تتساهل في ذلك، يقول لك كذبة بيضة، كذبة صغيرة. هل ده موجود في الشرع حاجة اسمها كذبة بيضة وكذبة سودة صغيرة؟ لا، كله الكذب كله أسود وكله يودي في داهية. أشنع حاجة في الكذب إن الإنسان يتكتب عند ربنا كذاب. نشوف العباد، كل واحد ليه صفة عند ربنا، الكذاب يكتب عند الله كذاب، يبقى معروف شهرته في السماء فلان ده إيه؟
وما روحه تصعد إلى الله سبحانه وتعالى الملائكة تسأل روح مين دي؟ يقال روح فلان الكذاب. مين يرضى كده؟ اللي بيكذب على مراته، واللي بيكذب على عياله، واللي بيكذب على المدير بتاعه في الشغل، واللي واللي لدرجة بقى الـ 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 الشر بقى منتشر ولا حول ولا قوة إلا بالله. في خير نعم في الأمة، لكن لازم نرجع برضو لنفسنا شوية ونلوم نفسنا. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى امرأة تنادي طفلا لها تقول تعال ها فخذ، يعني عمل له كده تعال ولا حديك حاجة، فقال ماذا ستعطيه؟ قالت أعطيه تمرة. قال إن لم تعطيه تمرة كتبت عليك كاذبة. مش في نساء في أمهات تعمل كده؟ تعال ولا هجيب لك حاجة حلو وإيه والطنش. أنت مفكر ده يتمسح في ذاكرة الولد يعرف إنها بقت كذاب، إنها بتوعد وإيه، فيطلع هو يتنشأ على نفس الإيه، على نفس المبدأ ده. وبعد كده نقول عيالنا فيهم ما هو مننا، وكل واحد نسخة بالكربون ابنه بيبقى منه في الغالب. يعني فكفاية بقى الواحد، مش كفاية فساد الواحد في نفسه، وكمان عايز يفسد الذرية بتاعته اللي بيدخن واللي بكذا، وأولادك يطلعوا زيك، اتق الله فيه. فبنقول الكذب كبيرة، يبقى الإنسان يتحرى الصدق ويستعين بالله على الصدق ويستعين بالله على ترك الكذب ويتوب إلى الله مما فات. هتقول لي طب لو وقعت تاني؟ أقول لك ارجع تاني توب ولا تيأس من رحمة الله سبحانه. طب وأما الرجال والنساء العراة الذين هم، خلي بالكم العقوبة كانت فين بتاعت الكذاب؟ في مكان الايه؟ مكان الذنب، هو ده اللي هو الايه، الفم بقى مكان الكذب بيتعمل فيه ايه؟ كل ما نفس الانسان تحدثه بالكذب افتكر الايه الكلوب كده، فكر كده لحظة، لا انا مش ايه مش قد ده، افتكر هتلاقي نفسك على طول انحزت للصدق. الرجال والنساء العراة بقى الذين هم في ذا قبليها الرجال والنساء العراة. أما الرجال والنساء العراة الذين هم في مثل بناء التنور، طب خلاص مش مشكلة، حاضر، فإنهم الزناه والزواني والعياذ بالله تعالى. لما تبقى معدي كده في طريق وتلاقي غرفة كده مكتوب عليها ممنوع اللمس والاقتراب، إيه دي؟ كهرباء. طب ليه ممنوع اللمس والاقتراب؟ صح كده؟ طيب لما تبص للزنا كفاحشة الشرع قال إيه؟ قال لا تزنوا، قال لا ماشي فيه، لكن هنا قال لا تقربوا. يبقى مش موضوع زنا على طول، لا ده في قبل إيه؟ في حواجز، مقدمات. النظرة من مقدمات الزنا، اللمس من مقدمات الزنا، الكلام الذي فيه تخنث وفيه خضوع بالقول وفيه تكسر من مقدمات الزنا، الخلوة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن، لما قال إياكم والدخول على النساء، فواحد بيقول يا رسول الله أرأيت الحمو، لما أقارب الزوج ابن عمه ابن خي أقارب الزوج، قال الحمو الموت، الحمو الموت، يعني كما أن الموت يهلك فكذلك هذا يهلك دين الإنسان، وهذا يهلك امرأة الإنسان قد تقع في الفاحشة فترجم فتموت، وهذا يؤدي ربما إلى طلاق المرأة، والطلاق كالموت والقتل بالنسبة لها بسبب التساهل في دخول الرجال على النساء ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول لك أنتوا بتألفوا دين جديد وأنتوا بتخترعوا، ده زي أخوها، ده لو شافها عريانة يغطيها، طب واجب عليه، بس لما تبقى بقى عريانة بس يخش ليه عليها وهي عريانة لوحدها، ويدخل ليه وزوجها مش موجود؟ دي حدود شرعية الشرع حطها، يبقى سمعنا وأطعنا. مش معنى كده اللي أنا بخونك، لا، وإلا الصحابة أفضل مننا وكانوا بيلتزموا بيها، ما كانش حد يقول له واحد أنت بتخوني أنت نيتك، لا، النوايا دي حاجة ربنا يعلمها، لكن احنا بنتكلم على الفعل على السلوك، ده حلال ده حرام، احنا نسمع لله ونطيع. يبقى ال- 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 الزنا هناك حواجز، مثلا منها الحجاب بالنسبة للمرأة، انت لما تعدي عليك واحده محجبه بتقول دي ست محترم، حتى العيال اللي بيقفوا يعاكسوا، يعني تعدي واحده محجبه يقول لك يا عم دي شيخه، مش ايه مش سكتنا دي، تعدي واحده تانية ايه ايه السبب، يوم يقول لك هو اللي يعني هو ما كانتش محجبه تبقى، لا انا بقول ده ايه، امر الله سبحانه وتعالى، امر الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه حواجز يسميها العلماء اجراءات وقائيه حتى لا يقع الناس في الزنا. فالذي يلتزم سفر المرأة مثلا بدون محرم يقول لك احنا في القرن العشرين، احنا تحرر فين، هي المرأة دي حيوان لا ده شرع ده دين، دي مصلحة للمرأة. شوف امرأة أسلمت فشافت واحد مسلم ما بتقف مع أصحابها ما بيسلمش، كله بيسلم
لأنهم إيه مسلمين إيه على ما أوسم كده يعني إيه مسلمين كده على ما تفرج أخذ بالك، فيسلموا على البنات ويهزروا ويضحكوا، فلقيت الملتزم ده بيسلمش، فقالت له ليه أنت؟ قال لها لأن الشرع كذا والدين كذا والإسلام كذا. قالت له تصدق ما فيش واحد سلم عليا إلا ما كانت نيته خبيثة، ده يشد على إيدي وده يفرك إيدي وده مش عارف إيه والباقي بقى أنت أخذ بالك. فشوف هي امرأة بتقول أهي اللي يقولك نيتي طيب، امرأة أهي اللي بتعترف. غير بقى الحاجات اللي اكتشفها الطب في الإجراءات ديت، فعلا طلع إن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إحنا مش مستنيين لما الطب يقول والعلماء يقولوا، بس بقول لك أهوت زيادة في الإيمان وزيادة في اليقين، ما يقوله الله ما يقوله رسول الله فيه صلاحنا فيه استقامة حياتنا. الذي يخالف ذلك ربما يقع في الفاحش، ربما يقع في الزنا. بعض الشباب اللي هم بيسهروا طول الليل على ما حرم الله، على المواقع الإباحية، على رؤية الحرام، أحدهم مات وهو يفعل العادة السرية ولا حول ولا قوة إلا بالله، مات عاريا، وأخرى جلست أمام الكمبيوتر أيضا متبرجة ليطالع جسدها الشباب فماتت وهي هكذا قبل الفجر في وقت التنزل الإلهي. الناس بتدعي والناس بتستغفر ودي بتبيع جسمها بغير ثمن، ماتت كذلك. تبعث كيف؟ على ما ماتت عليه. عشان ايه يعني؟ طب ما عندك الحلال، صرف ذلك. الشرع لم يمنعنا، لم يكبتنا، وانما قال هذه قنوات تصرف فيها الشهوه، في زواج، في ملك يمين، زوجه ثانيه ثالثه رابعه، امور ميسره يسرها الشرع. فلما يترك الانسان الحلال ويحيد الى الحرام؟ هؤلاء الذين يفعلون الفواحش والعياذ بالله إذا دخلوا قبورهم يحصل لهم إيه؟ في بناء مثل التنور، هات كده الصورة، في بناء مثل التنور، رجال ونساء عراه في بناء مثل التنور. لما سئل عنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال هؤلاء الزناة والزواني. طب ليه؟ العقوبة فين تلاحظوا؟ بالضبط في مكان الفاحش. النار بتجيلهم منين؟ لأن الأجزاء السفلية هي التي تستعمل في فعل الفواحش التي يستمتعون بها. وتلاحظ ان هم في الدنيا بيتعروا برضو، لان انت في الغالب بتلاقي المحتشمه ديت بعيده عن الفواحش، اخد بالك، بعيد عن ما حرم الله في الغالب، ده الاصل. لكن وقوع البعض هذا وارد ايضا، وقد وقع بعض الصحابه في ذلك، لان الانسان ليس معصوما. لكن هؤلاء الذين يتعرون برضو، مش كل واحده مش محجبه تبقى مش عفيفه، ده مش معنى كلامي، لكن اقول هذه حدود شرعيه واوامر. هؤلاء ياتيهم اللهب من اسفل منهم، اذا اتاهم اللهب ضوضوا. انا عايز اقرب لك الصوره، لو واحد قعد على بوتاجاز ولعنا من تحتيه يتالم؟ فكر انت، عشان بس الشباب بيتساهلوا، لان العين تزني وزناها النظر، والاذن تزني وزناها السمع، ها، واليد تزني وزناها اللمس، والرجل تزني وزناها المشي. يقول له في سهره النهارده ويروح ويتفرج ورقص وغيره، اخد بالك، بعد كل الجوارح دي عايز الفرج ما يزنيش؟ الفرج يصدق ذلك او ايه؟ او القلب يهوى ويتمنى والفرج يصدق ذلك او يكذب، نعوذ بالله. عشان كده الانسان ياخذ باسباب العفه وياخذ باسباب السلامه ويمنع نفسه من هذه الابواب والتي ربما اوقعته في ما تقولش انا راجل ديني قوي، ما تقولش لا، ربنا قال وخلق الانسان ايه؟ ده اللي خلق الانسان قال عليه انه ايه؟ ما تقولش بقى اصل انا بتاثرش، اصل لا، ما فيش الكلام ده، مش صح. من دخل، من فتح على نفسه باب الفتنه فتن. تفتح باب الفتنه على نفسك هتفتن، لا، اغلق الابواب احسن. ما فيش خلوه، ما خلى رجل بامراه الا وكان ايه؟ ما فيش سفر بدون محرم، ما فيش ترك حجاب، ما فيش كلام بدون حاجه، ما فيش، اخد بالك، السلام، المصافحه، تسليم على المراه بلاد، كل هذا مما منع منه الايه؟ الشرع. ثم هؤلاء اذا دخلوا في هذا التنور، مش هو كان بيحفى في الدنيا وبيجري وراها عايز بس يسمع منها كلمه ولا عايز ياخد منها معاد؟ ها، ففعلوا الفاحشه، انت وهي هتبقوا فين؟ هو وهي مع بعض فين؟ الى قيام الساعه. طب بالله عليك، ده لما يقارن باللذة اللي هو حصلها تيجي ايه؟ كم بالنسبة لكام؟ ولا حاجة. عشان كده قال الله تعالى، وبها أختم، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، ايه هو؟ يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب.
ما من فعل شيئا من ذلك وتاب إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا أبشر به فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يا بشرى. يبقى عشان كده قلت لك مش عيب الانسان يغلط لان احنا خطائين، لكن نعرف الغلط بقى، نرجع نتغير بقى. الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. خالد المسكي رحمه الله، الخطاف فينا محمود اللي هو الكلوب. بصوا صوره الكلوب بعد كده اقول القصه واختم، وفي هديه هتتوزع عليكم ان شاء الله. دي برضو صوره تقريبيه، احنا ما شفناش القبر ولا شفنا ايه، لكن ده الخطاف عندنا في الدنيا. تخيل بقى الصورة دي كده، لو الانسان ده بيتحط في وشه كده ويتشد بيه اللحم بتاعه والعياذ بالله، فاذا حدثت الانسان نفسه بالكذب افتكر هذه العقوبة. خالد المسكي، اسمعوا القصة الجميلة دي كده، متعلقة برجال ونساء عراه. شاب من الشباب اجتهد في الكسب وسعى للرزق، فكان يخرج بعربة يطوف بها الشوارع يبيع ويشتري، وكانت له وضاءة، يعني كان شكله حسن طيب. فكان أن علقت به امرأة فدعته مرة تشتري منه بعض الشيء أو بعض البضائع، فلما أدخلته بيتها غلقت الأبواب وقالت ما أتيت بك لأشتري، وإنما أتيت بك كذا وكذا كما تعرفون. وقع الرجل في الفخ، ماذا يفعل؟ شاب في عنفوان شبابه وشهوته وقوته، وهو جميل وهي امرأة جميلة ولا رقيب من الناس، وغلقت الأبواب. لكنه لما كان صاحب علاقة قوية بالله سبحانه، صاحب صلاة، صاحب دعاء ورجاء وحسن ظن في الله سبحانه وتعالى، لكنه لما تعرف على الله في الرخاء عرفه الله في إيه؟ في الشدة. ما الذي حدث؟ استأذن منها أن يدخل الخلاء، يعني كأنه يبحث عن وسيلة للهرب. دخل الخلاء ما وجد شيئا يهرب منه، فإذا به يلهمه الله سبحانه وتعالى أن يأخذ الغائط العذرة ويلطخ به جسمه. خد القذارة من الحمام وقعد يدهن جسمه بها والعياذ بالله تعالى، ثم خرج عليها في هذه الصورة. فلما رأته على هذه الصورة طردته، وهو ده الإيه؟ هو ده المطلوب. فنجاه الله سبحانه وتعالى، ذهب إلى بيته مساعد. طب عربية البضاعة بضاعة إيه؟ والله مثلها حدث لبعض الإخوة وأتاني في البيت، دي قصة قديمة من الأسلاف أو التابعين. أخي كان برضو بيبيع، فواحدة نادت له فنفس المعنى، فخد نفس خد دله في سنانه إيه؟ والبضاعة، هل بضاعة إيه؟ مش عايز حاجة. فنفس المعنى، خالد طلع جرى راح البيت بتاعه اغتسل، فكان أن كافأه الله عز وجل أن عوضه أن صار جسمه يتضوع مسكا، لا يمشي بين الناس إلا ويشم الناس منه رائحة الإيه؟ رائحة المسك، جزاء وفاقا والجزاء من جنس العمل، لأنه ترك لله وفعل ذلك لله، فكافأه الله عز وجل. باقي معنا مشاهد من العذاب الذي يكون في القبر، تكون معنا إن شاء الله في اللقاء القادم. بس عايزين قبل ما نكملها، أنتوا سمعين بالخطر الشيعي اللي بيحاول يتغلغل في مصر، ودور نشر بدأت تطبع مؤلفات وتوزعها في الناس عن المذهب الشيعة، وبعض الأفواج بدأت تيجي الصعيد عشان الناس الغلابة يبدأوا ينشروا فيهم المذهب الشيعي. فعايزين نعمل لقائين ونجيب فيهم برضو عرض وأفلام ووثائق عن الشيعة عشان الناس تعرف مين الشيعة، هم العدو فاحذرهم. ولازم تعمل حشد كبير جدا للقاء اللي جاي، عشان الخطر بتاع الشيعة أشد من خطر اليهود. لليهود عارفين ده يهودي كافر مجرم عدو للإسلام، لكن ده الظاهر للناس إنه إيه؟ والعياذ بالله تعالى. فده خطر كبير جدا، هنخصص لقاءين نتكلم فيهم عن خطر الشيعة إن شاء الله من الأسبوع اللي جاي. أسأل الله عز وجل أن يعافيني وإياكم من عذاب القبر، وأن يملأ قبورنا خضرا إلى يوم القيامة، وأن يجعلني وإياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نمضي على هدي الصحابة والسلام، خير القرون مكانة في الأمة.